نيمار نجم المنتخب البرازيلي المصمم على نيل لقب كأس العالم ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي كان قد أصيب في المباراة التي جمعت بين منتخبي البرازيل وصربيا، وسط تقارير تفيد بأنه قد يتخلف عن معظم المباريات المتبقية. هذا يعني غياب نيمار لفترة غير معلومة. هنا تبدأ القصة، حيث استغل شبيه نيمار استغل شكله واستغل هذه الفرصة أو الفرصة عفوا، وتمكن من خداع الجماهير في قطر، بل وأقنع المسؤولين والسلطات المختصة في مونديال قطر بعد أن استطاع الولوج إلى استاد 974 في الدوحة والتجول داخل أرضية الملعب الذي استضاف مباراة البرازيل وسويسرا. وظن الجميع أن شبيه نيمار هو نيمار الحقيقي لأنه يخلق من الشبه 40، وكانت الجماهير المتواجدة في الملعب تسابقت لالتقاط صور السيلفي معه مع شبيه نيمار على أنه نيمار. لنشاهد إلى أي درجة يشبه نيمار فعلا. Mano, a gente está dentro do campo, malandro. A gente está dentro do campo. Segura que a gente está dentro do campo. A gente está dentro do campo. Ó, entramos no campo, malandro. Entramos no campo. Ele tá dentro, malandro. Dentro, dentro, dentro. Ei, ei, vem. Aí, lama, jib Neymar, ben Alex Cibres. نيمار اغمى علي نيمار لا لا نيمار مش قادر لا لا هدي هدي لا مش انا الأمن القطري المكلف بحماية الملاعب كان يعلم بأمر شبيه نيمار وسمحوا له بالدخول إلى الملعب لمفاجأة الجماهير على أنه نيمار الحقيقي. سننتقل مباشرة إلى التعليقات التي ستظهر على الشاشة، ونبدأ التعليق الأول مع هذا التعليق لعيسى، يقول: هل مسخرة في التنظيم ورجال الأمن ما يشاهدون بطاقة التصريح في الدخول لهذه الأماكن وهم من يحرسونها إذا كان معه متفجرات أو مسدس لقتل شخصية مهمة؟ مسخرة. تعليق من عبد العزيز يقول: بالفعل هذا نيمار يريد يقتنص فرصة الإصابة لأنه صعلوك مع المزز، لكن الأمن القطري استلموه. من قصة نيمار وهذا التعليق الأخير من حمادة يقول: هذا شبيه نيمار حتى بالعرجة مالته، بس إذا نزع نظارته يطلع شبيه داني ألفيش. إنه بعدنا شبيه محمد صلاح وشبيه يونس محمود وأهم شيء ميسي وشبيه رونالدو.